كما كنا نحكي منذ لحظات وكما استمعتم، تحتل اليوم كليات الهندسة بالتحديد صدارة قائمة اختيارات الطلاب لبدء حياتهم المهنية، ولكن بعد سنوات طويلة من الدراسة هل تحقق المهنة أحلامهم؟ دعونا نتحدث هنا بلغة الأرقام وبالدليل القاطع. في تونس مثلا اليوم تقول التقديرات إن ما لا يقل عن 3000 مهندس يغادر البلاد كل عام للعمل في الخارج، ربما لسهولة العثور على عمل والحصول على راتب محفز، ربما هذه هي أهم الأسباب الرئيسية لمغادرتهم. بالفعل باسل، هذه الظاهرة إن صح التعبير تعتبر نزيفا في هجرة العقول، خاصة في ظل غياب أي استراتيجية أو عمل منظم للحد من هذه الهجرة في بلد تحتد فيه الأزمة الاقتصادية. حقيقي، ومن أجل معالجة هذا الوضع قررت شركة تونسية ناشئة أن تطلق تطبيق يربط الشركات الأجنبية والمهندسين التونسيين في مهام قصيرة أو طويلة الأجل، كل ذلك دون مغادرة المهندسين لبلدهم الأصلي. دعونا نرى كيف. نحن عنا عام ونص للفكرة هذه قاعدة تتطور عندنا، لاحظنا برشا هجرة للكفاءات التونسية كيف كأي البلدان شمال إفريقيا أو البلدان العربية. حاولنا نلقاو حل للحد من هجرة المهندسين بصفة خاصة، خاطر نحن المنصة نتاعنا monengineer.express تعنى بالمهندسين بصفة خاصة. في الإحصائيات لقينا اللي 6500 مهندس تونسي يهاجروا الوطن كل شهر. بالنسبة للمهندس سهل أنه يدخل على الموقع الويب نتاع المنصة نتاعنا اللي هو monengineer.express، يلقى معناتها وين يسجل السي في نتاعو، يدخل البيانات المتعلقة به، اختصاصه، دبلومه، عدد سنوات الخبرة اللي عنده. من جهة أخرى الشركات الأجنبية يدخلوا هما زاد على الموقع الويب ويحطوا متطلباتهم، مثلا حاجتهم انجينير في الكيمياء، في المعمار، في الالكترونيك، في الميكانيك، في الإعلامية، في السيكوريتي. ونحن عنا القائمة، قاعدة البيانات اللي عنا، إن نحاول نلقاو لهم أحسن بروفيل اللي هما متطلباتهم. توا مثلا نحن وصلنا عنا قرابة 500 مهندس مسجل في البلاتفورم نتاعنا، قاعدين بتطوير لي سي في نتاعهم، قاعدين نحاولوا كل سي في نعملوا له أكثر انريشيسمون ليه، باش هكاكا يكونوا ينجموا يشوفوا سوق الشغل الأجنبية، يكونوا أقوى، معناتها باش يكونوا باش يلقاو عمل في سوق الشغل الأجنبية. اليوم المهندس التونسي في تونس مثلا يبدأ العمل متاعه ما بين 1200 دينار، حتى إذا كان في نقوله نحن عنده إكسبرينس وبرشة سنوات عمل يوصل حتى 3000 دينار، ما يعادل على ما بين نقوله نحن 400 دولار و 1000 دولار على أقصى تقدير. مش نحاول نحلها على أكثر اختصاصات أخرى كان المهندسين، خاطر مش كان المهندسين اللي قاعدين يهاجروا اليوم، تقنيين الصحة، الأطباء، برشا اختصاصات أخرى. وكذلك مش نحاولوا حتى نطوروها، علاش لا؟ هل هذايا الموديل اللي عملناه في تونس نهزوه زاد هو، نحطوه في المغرب، نحطوه في مصر، نحطوه في برشا بلدان عربية أخرى. معلومة اللي ذكرتها 6500 مهندس كل شهر، هذا يعطيها لي سيد العميد للمهندسين بتونس، خاطر نحن باتصال بهم بطبيعة. ونحن الحقيقة المنصة هذه تجي في إطار العمل متاع المواطنة، معناتها نحن منا كان تونسا ونحاول نعاونوا بلادنا.
إذن دعونا نلقي نظرة على واقع المهندسين في تونس وفق أرقام ومعلومات عمادة المهندسين. بداية تؤكد هذه العمادة مغادرة حوالي 40,000 مهندس تونسي خلال السنوات الأخيرة بواقع 6,500 مهندس سنويا، أي بمعدل 20 مهندسا يوميا تقريبا. بحسب عمادة المهندسين فإن الوضعية الاقتصادية في تونس صعبة، وهو ما دفع المهندسين إلى عدم التفريط في أي فرصة تتاح لهم لمغادرة البلاد. وبحسب عمادة المهندسين التونسيين تأتي أسباب الهجرة مادية بالدرجة الأولى نظرا لضعف أجور المهندسين في تونس مقارنة بدول الجوار على الأقل. أيضا لا يحظى المهندس التونسي بالمكانة التي تليق به، فمع وجود ظاهرة إقصاء المهندسين من عدد من المواقع الحساسة في الإدارة تسببت في تقلص أعداد المهندسين. لتسليط الضوء بصورة أكبر على هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من تونس الأستاذ كمال سحنون عميد المهندسين التونسيين. أهلا بك وصباح الخير عليك أستاذ كمال. يعني ربما كما استمعت معنا الآن أرقام كبيرة جدا، يعني 40,000 مهندس تونسي خلال السنوات الأخيرة بواقع 6,500 مهندس سنويا يغادر تونس إلى الخارج. ما الذي تقوم به العمادة اليوم لمحاولة الإبقاء أو دفع المهندسين على البقاء في بلادهم؟ شكرا على الاستضافة. في البداية نحب نحييكم ونحيي جميع المشاهدين تاعكم في الوطن العربي وفي كامل دول العالم. المهندس وضعيته كما قلت في التقرير هي تعبة برشا، باش ما نقولش كارثية. والمشكل الرئيسي هو كما قال التقرير هو مشكل مادي ومشكل موقع المهني في الإدارة التونسية وفي المؤسسات العمومية بصفة عامة. دونك العمادة هنا تحركت على جميع الأصعدة، فاشتغلنا على الوضع المادي ورأيته السنة الفارطة، يعني عملنا العديد من التحركات انتهت بإضراب لمدة شهرين ونصف في كافة المرافق العمومية للمهندسين، وكان هناك تأثير على هذه المرافق العمومية، لكن دون أن نرتهن المواطن، دون أن نوقف عمل هذه المرافق، الشيء اللي خلى التأثير المباشر لم يكن ظاهرا للدولة، وبالتالي لم تعطينا أي يعني معناتها ما خذتش بعين الاعتبار للمظاهرات هذه. وفي الأخير بقي المهندس كما هو، وضعه المادي تعب، وضع المهني كيف كيف. الإدارة التونسية تحكمها الآن ناس ذات كفاءة من الرداءة أقول، فهم ناس ما هماش من الممتازين اللي في التكوين العلمي بتاعهم، هم ناس اشتغل معناتها درسوا وكانوا ناجحين من الأواخر ويتسلقون المراتب. لماذا؟ لأن هناك النقابات تحميهم، النقابات تريد الرداءة في الإدارة التونسية لتحكم ولتواصل في حكمها في ذلك. هذه هي الأسباب الرئيسية اللي خلتنا أنا. يعني في ظل الحديث عن كل هاي الأسباب، يعني هل هنالك خطة أو استراتيجية معينة لربما للحفاظ على قطاع الهندسة والمهندسين التونسيين؟ احنا كعماد نشتغل على حماية المهنة من الدخلاء، هذه النقطة الرئيسية. اثنين، على مكافحة التشغيل الهش بالنسبة للمهندسين، وأساسا على كيف يكون لهم حياة مهنية، بالمقابل حياة مهنية محترمة وموقع لهم في مؤسساتهم. بالمقابل نقوم بعملية تحسيسية للمهندسين على أساس أنه نشجعوهم على الابتكار وعلى ليكون لهم مبادرات شخصية لتأسيس شركاتهم الخاصة ويصبحون هم المشغلون وليس مشغلين. ومثلا على سبيل المثال في 4 مارس في اليوم المهندس الدولي السنة الفارطة 2022 في السنة هذه قمنا بتظاهرة كبيرة
جبنا قصص نجاح لمهندسين صعدهم المصعد الاجتماعي، هم مهندسين كبقية كجميع المهندسين، يعني هم من عامة الشعب، وبدأوا بتجارب بسيطة واليوم لهم شركات كبرى دولية تشتغل في كامل العالم. دونك هذا أظهرناه للمهندسين، للشباب الهندسي التونسي، باش نقولوا له راهو عليه أن يبتكر وعن يبحث عن مواقع جديدة ليكون له موقع في الاقتصاد التونسي. هذه هي اللي قاعدين نخدموا عليه. طيب اليوم هناك مبادرة أريدك أن تقيمها لنا، مبادرة المنصة أو التطبيق الذي قامت مجموعة من الكفاءات الهندسية على تأسيسه، ويسمح للمهندسين التونسيين بالعمل لدى شركات أجنبية ربما بنفس الرواتب التي يرغبون فيها دون مغادرة تونس مع البقاء داخل البلاد. ما رأيك فيها؟ هي مبادرة جيدة، ما نجمو كان نشجعوها، واتصلوا بنا وفتحنا لهم أبواب العبادة. وبحول يعني مبادرة كهذه تجم تكون يعني جيدة لفئة معينة من المهندسين. احنا راهو في الحقيقة لا نشجع عن الهجرة، لكن مرغمون على إعانة المهندسين للهجرة، لكن نقول لهم خذوا تجربتكم في الخارج، كونوا أنفسكم، كونوا مؤسساتكم، ثم ارجعوا استثمروا في تونس. يعني مبادرة كيف ما هذه ما تجم كان تشجع المهندسين إعانتهم على أساس باش تكون لهم تجربة في الخارج بسهولة وبإيجاد يعني مبادرات شغل عمل في الخارج دون تعب كبير. طب وإلى أي مدى بتعتقد إنه مهندس كمال إنه ممكن هاي الفكرة تحقق يعني الهدف المنشود؟ الفكرة هذه ومثيلتها تعين، هي لا تحقق الهدف المنشود، لكن تعين وتساعد بقوة الشباب الهندسي على إيجاد يعني مواقع شغل في الخارج، وعلى أساس أنهم باش يتواجدوا في الاقتصاد الدولي دون تعب ودون عناء ودون يعني صعوبات، وربما دون معناتها تجارب غير ناجحة. يعني تجربة كيف ما هذه هي في الأخير لصالح المهندسين باش تكون يوصلوا إلى أهدافهم في الاشتغال في الخارج دون يعني تعب كبير. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح الأستاذ كمال سحنون عميد المهندسين التونسيين، شكرا جزيلا لك.